انا خلصت يا وفاء كله كده بقى اربع تربع اهو والكبده اهي. تسلمي. نظفت كله والكرش ونظفت كل حاجه. الله يبارك لك. ها تعملي ايه بقى؟ انا خلصت الكوسه اهو. بص ما شاء الله المقوار الجديد اللي احنا جايبينه جميل. نفعني. طب مصلحه الكوسه قلبها سليم ازاي؟ كتبت لي في الكومنتات هتدي مقوار من جديد بس عامل ازاي اهو اللي ما يعرفوش يجيبه حلو قوي. يعني بصوا بتدخلوه جوه الحاجه كده اهو لفه واحده بكمل بقى بالمقوار التاني كده. الكوسه برضو بص احلى حاجه عجبتني ان الكوسه مش هرميها بس طلع عامله ازاي. طيب دلوقتي اعمل ايه؟ عايزين نفطر بالكبده دي. ماشي. تعملها لنا بقى. طب ما هي مكسوف فيها تعملها انت. بص التقوير قد ايه والله العظيم كل ده في يوم واحد. ماشي ماشي. ده واحنا الجد وجبنا الحاجه كله في يوم واحد. ما اعرفش عزومات ايه دي اللي في يوم واحد. معلش هو علشان احنا مستعجلين. دي اخر عزومه في البيت هنا عشان احنا ما عزمناهمش قبل كده في الحفره اللي احنا عاملينها وفي اسمه ايه التاني الكانون. الكانون هنعمل الكانون هنعمل لهم اكله محشي حلوه من اللي احنا بنحبها ديت واللي احنا عملناها وزعناها قبل كده ان شاء الله. فاحنا جبنا جدي وقطعت اربع تربع. بس تسلم ايدك الله ينور. بصي نظافه والله نظفت كله. عايزه بقى اكل حته كبده حلوه من ايدك بقى. اعملها لك. اعملها لك بلحمه. لا كبده بس. ماشي اعملها لك بالطريقه بتاعتي. بالطريقه بتاعتك. ماشي. بصل بقى كده وظبط وبصل كتير وفلفل كتير وادلع وفلفل كتير وظبط. هنفطر بيها وانا ان شاء الله هخلص على طول. فاضل لي البتنجان والبطاطس والحاجه والولاد بيعملوا لي الخضره. يعني ان شاء الله هخلص بسرعه. اعمل لهم انا بقى شويه كبده نفطر بيهم كده. ايه حاجه كده بقى طازه الطازه. وكبده طبعا بتاعت الجديان دي بتبقى جميله. منهم بقى بالبصل والطريقه اللي انتوا عارفينها فمش لازم بقى ايه اظهر لكم كل حاجه. فانتوا بقى عارفين خلاص انا بعمل الكبده واللحمه ازاي والشاورما والكلام ده كله. بصل كتير وفلفل كتير وبالهنا والشفا. اتفرجوا عليها بعد ما تخلص بقى. بصوا بقى قطعت البصل والفلفل ودي حته زبده بقى بلدي. زبده بلدي بقى على الكبده البلدي. هتبقى العمليه بلدي في بلدي وهتبقى ايه تحفه التحف. شويه كبده بقى وكالعاده غيرت الطاسه وعملت في حله علشان خاطر ايه البصل اللي بعمله بيبقى كتير. انزل عليهم بقى كده. يلا يا وفاء. الله ينور يا حمد. يلا يا ماما. بس بص شم الريحه ولا ايه؟ شم وجعت والله. امال مالك كده قاعده كده في مكانك عشان عايز اخلص. كبده بلدي بزبده بلدي كل حاجه بلدي. بس ايه رايك فيا؟ بص انا قربت اخلص ازاي. خلصت البتنجان والله العظيم قورت البتنجان وخلاص البطاطس فاضل شويه صغيرين فيه. الله ينور عليك يا وفاء. انت شاطره يا وفاء. وانا مش عارف ان انت هتسدي. انا ما كنتش طلبت منك العزومه دي. بس ايه رايك في كبدتي؟ لا الله ينور ريحه كباره. حطها كلها كده. انا قسمتهم على طبقين عشان هنقعد بقى نفطر فطار ايه متين والله. بس انا عملتها حراق. اغسلوا ايدكم يا اولاد. البصل تبقى حلوه بالبصل بقى. بالهنا والشفا. يلا عشان هما شويه وهيجوا يقعدوا معانا نخلص بقى نعمل العزومه بتاعتنا. هما اصلا هيجوا يساعدونا. قالوا لي هنيجي نساعدك. مش هيسيبوني اعمل لوحدي. تمام. لا اقعدي يا وفاء كلي وانت قاعده. انت شغله بالك والله العظيم عايز اروح. لا 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 اقعدي كلي براحتك. اقعدي كلي براحتك. طبعا الاكلات دي كلها هتلاقوها في مطعمنا علشان خاطر وفاء المنيو خلاص هي كتبته خلاص هنطبعه. الله ينور عليك يا وفاء. وعليك احلى لايك في الدنيا يا وفاء. لا بس تسلم ايدك. معمر البصل تعمله ايه؟ انا استاذ انا بقطعه كبير. انت هتنيمني. هنيمك. لا لا خلاص قومي ما تاكليش. جينا لاهم حاجه بقى وهي التسويه الجدي. طبعا مش اي حد يسوي جدي. لازم يتسوى كده ايه على مهله وبالراحه واحده واحده. اول حاجه هعملها ان انا هنغز كده بالسكينه عشان التتبيله توصل معايا. ما تعملوش زي ما انا بعمل كده ان في نفس اليوم تبيته قبلها بيوم عشان حاجه تطلع معاكم احلى. يعني انا هعمله ان شاء الله حلو بس انتوا لو بيتوه هيطلع يستوي اسرع يعني. ومعايا هنا بقى التتبيله الجباره عباره عن بصل وفلفل ومايونيز وشويه صويا صوص فاتح وحاطه بودره زعفران عشان تديني لون المندي الحلو وحاطه بهارات مشويات وفلفل اسود قرفه. وطبعا البهارات دي بقى ذوقيات يعني انتوا ممكن تحطوا حاجه وتشيلوا حاجه عادي. اهم شيء الاساسي معايا المايونيز والبصل والفلفل والصويا صوص. بس الصويا صوص مش كتير. وهبدا بقى ان انا اوزع التتبيله كده. الله ينور عليك يا سيدي. انا مش هتدخل في التسويه علشان انا المره اللي فاتت هي عدت على خير والفراخ كانت جامده بس اخدت وقت. فانا النهارده بقى مفيش هزار. بصوا اللون الجامد ده من بودره الزعفران. بودره الزعفران بتبقى موجوده عند اي عطار تقدروا تجيبوها ومش غاليه. وهدلكها حلو كويس جدا. وبعد كده هبقى زي الديك واحلى من الديك كمان ان شاء الله. الديك ده كان اسطوره. كان اقسم بالله كان خطير. كنا بنمسكه كده ونلاقيه قطع. دايما. ونزلت اقول لكم على اهم مكون في التتبيله وهو العسل الابيض. معلقه عسل ابيض كبيره او معلقتين زي ما انتم حابين. وممكن تبدلوها بسكر لو ما عندكوش عسل ابيض بدلوها بسكر لان دي بتساعد في السوء. واي حاجه مشويات ما تحطوش فيها طماطم عشان ما تتحرقش. ما بحبش الطماطم انا في المشويات. الله عليك يا وفاء. انا طبعا غسل ايدي كويس قبل ما اشتغل. ايه يا وفاء؟ ما هي ماما على طول بتعمل اكل حلو. طب بقى كويس واركنها على قد ما اقدر بقى على ما يبدا يسوي تكون شربت في التتبيله شويه.
جهز انا بقى ايه الولعه، جهزت ورق وقلت لمحمد اخويا يجيب ايه خشب وهو جاي. الحمد لله على السلامه. قوم جم اهم. ازيك يا حاج سيد؟ قوم محمد جاب لي خشب. الله ينور عليك يا محمد. خشب بزياده اهو، عايزين ناكل المعك بقى. ما انتوا اللي معلمين العلمه دي. انا هولع بقى ايه. ما انا هولع، تساعدني في الولعه بقى. المحشي بتاعك جاهز؟ كل حاجه وفاه، خلاص قربت تخلص. هو الولعه بس انا هولعها لها. انت هتجيب لنا خشب تاني ولا خلاص كده؟ لو عايز تاني نجيب. عايزين تاني. كام حله محشي عاملين هنا؟ هنعمل مثلا 2 او 3، وهنا بقى الجدي ما شاء الله. طب ما احنا اولع نكمل بفحم بقى عشان يبقى. ما انا معايا فحم، بس الفحم هيبقى تحت. سيد يا جماعه، جوز اختي طبعا انتوا عارفينه، بتشوفوه عند حوارات. السلام عليكم. اقولي بعد كده قول لهم بقى ازيكم عاملين ايه. بص قول لهم ازيكم عاملين ايه. دوس لايك متين عشان انا ايه منور القناه. لا بس ازيكم عاملين ايه. لايك دي بقى انت لسه مرحله ثانيه. ليفن اعلى. حاجه ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاج حمدي حبيبي. عزمنا هنا. من العزومه ايه يا عم انت في بيتك؟ طيب عزمنا هنا في بيته. في بيتي. عشان ان شاء الله يعني ايه ربنا يجعلها فتحه خير عليها، هينقل ان شاء الله في بيته الجديد مشيئه الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. باذن الله ربنا تعمل ان شاء الله. ربنا يجعلها كده فرحة عليك وعلى الأسرة الكريمة وعبر الرجال إن شاء الله. يلا نجهز الولعة يا اسطى. كده احنا بنجهز الكانون هنا اهو، ولعنا، وهنا دي الواقعة ايه اللي هنحط فيها الجدي إن شاء الله. الله ينور يا معلم. حلوة الدنيا؟ كده تمام عشان الجدي يستوي. احذف أي خشب، احذفه. انا خلصت يا وفاء الفحم وولعته وكله تمام. اهم شيء تكتمه حلو زي ما قلت لك. ظبطته زي ما انت ما قلتيه. أيوة. على ضمانتك. ايوه الله ينور يا حاج. على ضمانتك. الله يخليك يا ابني. تعيش وتعزم يا رب في حياتك يا ابني. تعالوا مفطور بحسك كده. لبسناهم بقى بس هم عارفين ان هم هيساعدوني. معلش ماشي يا رب. انا جعانه من امبارح. انا مستنيه المحشي بتاعك. ما كانش من امبارح وربنا جعانه من امبارح. ده واحده دي كام بس؟ تعدوا على الاكل. غلبتني. غلبتك؟ غلبتني. بس انا عافيتك ولا عافيتني من العقاب. كده انا كويس. مصلحة. وأكون انا وأكون انا. أنا جبتها لخدمتي. دي بيزنس دانس جبتها لشكيته. دلعته في البسين. الله ينور عليك يا وفاء. وعليك يا حمد. شوية بقى ترفيه علشان خاطر ايه؟ ازهقوا من القعدة. شفتوا بقى المايه نظيفه وحلوه ازاي؟ ساعدنا ننضف فيها يوم كامل. انا بس تخلص الدهون. هيتعمل لهم تحدي علشان عمالين يلعبوا مع بعض كده وبيتنافسوا، فنعمل لهم تحدي. يلا واحد اثنين ثلاثة. اللي هيجيبه اسرع. بص ما شاء الله الله اكبر. لسه تحت. دور يا محمد. جابوه يا بطل. يا ما شاء الله سريع. واحد اثنين ثلاثة. اول ما يروح الكل لسه منزل. الله اكبر. محمد جابوه. كده متعادلين. كده متعادلين. هنعمل واحد فيصل. واحد فيصل بقى. هم لعبوا فين؟ هم لعبوا فين؟ ها؟ محمد اللي جابه؟ لسه. اعتمدوا على بعض. لا ما جابوش برضه. انزل يا محمد. ما جابوش. هاتوا يا محمد. انتوا بتعملوا مقلب في بعض ولا ايه؟ هم هو كل لما يلاقيه طلع يفكروا جابه. برضو ما جابوش. انزل هاتوا. كل ما بص هيطلع يقول لك جابوا. ما جابوش. بص هيطلع تاني يقول لك جابوا. ها؟ جابوا. ما جابوش. اهو كده.
محمد شير. ما جابوش برضه. النص جنيه راح. ها محمد جابوا اخيرا جابوا. صلى على النبي. بقى المحشي بقى نحطه على الكانون. انا عايز اقول لكم اللي هيجرب المحشي ده فعلا زي ما احنا بنعمله كده هيعرف ان هو ما اكلش محشي قبل كده. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك يا حاج سيد. تاخد حلتين. ما احنا عاملين خلاص حلل. منظر الولع حلو قوي. ومنظر المحشي احلى. تنزل بديله. ممكن ناخد حله كمان. دي كده الولعه دي كده ايه تاخد ثلاثه. انا عايزك توصلنا الشيف في المطعم اللي احنا بناكلش المحشي اللي على الكانون. لا ما ينفعش. لا كده انت هتطلب المستحيل. لما اكون عايز تاكله على الكانون تعالى هنا. الله اكبر وليمه محشي في العالم. بسم الله. بتعرفوا تعدوا لحد كام؟ لحد 20. ادي 1 2 3 4 5. حط قلب عشان احط عليها دي. مفيش كاميرا بتطلع الريحه. يا نهار ابيض لو في كاميرا بتطلع الريحه ديت. لا بس الولع شكلها حلو كده. انت معاك الريحه كلها مش لا انا عايز بقى حبايبنا كلهم يشموا عشان يحسوا الاحساس اللي احنا حاسينه دلوقتي. عشان انا واقف بنهار. انا اللي بنهار. بص يا حمدي بقى الحله دي في المكنه هنا. دي. طب استنى احط بقى ايه سناده حديد. الله. ممكن احط دي كده. الله دي حاجه من جوه اكتر. بوصل الدايت يا حمدي. لا والله انت بتتحجج. طيب اخش على الحله اللي انا اعتبر ان النهارده الفري يا جماعه. ماشي النهارده الفري. اعتبر النهارده الفري. الفري يا عم. النهارده الفري بتاعي. تعالى بقى عليا كده عشان ادوقك بقى الايه المحشي بتاعنا الجميل بالسمنه البلدي بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اتشرب اهوت يا جماعه مستوى. بس احنا بنحط له السمنه دي كده ايه ريحه بقى. شموا الريحه دلوقتي يا بابا. ريحه ولامعه. قولي يا جماعه والله حرام عليكم. انا بوصل الدايت. تتحجج على فكرة. لا طبعا. عشان انت عامل دايت. عامل دايت غلط عليك السمنة. كل حلة كده ايه معلقة من نفسها يا جماعة عشان الريحة. عايزين نفتح الجدي بقى. لا سيبه شوية. الجدي. ده الجدي زمانه ايه بيقول لك اغيسوني. اغيسوني. يا ترى بتعمل ايه جوه؟ انا هروقه بس اصبر هروقه. احلى وليمة عملتها النهاردة يا حمدي بصراحة. الف هنا وشفا للي ياكل. اخش اطمن على وفاء. اعمل لكم بقى سهرة. سهره جامده. شغل لكم التلفزيون عشان ايه واحنا بناكل نبقى ايه القعده تكمل. تسلم ايدك يا ابني. امسك مع خالك يا ابني. لا لا بشيله لوحدي لان نزلته حمام السباحه. قلع زيت كده بقى ايه مع القعده هنا. نظبط القعده هنا. نفرش بقى ونقعد هنا. ولا تحبوا تاكلوا جوه؟ لا خلينا هنا. هنا هنا حلو. والصاب وصاب كده احنا نفرش هنا. انتوا فاتحين كافينا ولا ايه؟ يلا عشان عامل زي اللي بيتفرج على ماتش. انا كده صح قدام التلفزيون. انا حاطط لهم التلفزيون عشان القعده تبقى رايقه. يا لو بس هاكل قدام التلفزيون ما يقعد. يلا احنا عايزين نقعد قدام التلفزيون. عايزين بقى حله كبيره يا ابو ندى. هاتي يا ندى الحافظه دي. هناكل كل شيء. طول بالعرش. اي حاجه باشا دكتور كده وشوف كده اللي بقى. محمود بيقول لك عايز حله للشاي. جايز على بقى الاكل. هنعمل محشي في الحله وشايف الحله. هذه الثانيه بقى نقعد مكانك. جنبها على طول. ايوه شبشب. ايوه عشان احنا داخلين بقى دلوقتي على اللحظه الحاسمه. ان شاء الله يستوي. انا ضمنتك. انا ما عملتش حاجه. تيجي تقولي لي ولعه ناقصه الولعه مش عارف ايه. ابني ده الاول ولا ما نطلعه هو الاول نطلع عليه هو الاول. لا لا عشان ان شاء الله الصبح سبنا كتير اصلا بزياده. احنا سايبينه كده 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص يعني ملوش حاجه. فريدي ايج هات انس السيل قطع. احنا بناكل المحشي في الحاجات دي. في الحلل. احنا وكمان خلي بالكوا كمان الرز اللي مع المندي ده هيتاكل بالايد. مش معاك. الاكله النهارده بص طبيعه. بس احنا الاكله كده عربويه. احنا عندنا معالي بس عشان الاكل عربوي. النهارده الاكل عرباوي. اللي عايز معلقه ياخد طبق ويركل على جنب. الاكل عرباوي. لايك يا ماما. احب اكل اصلا. لايك يا ماما. لايك يا ماما. النبي عربي عليه الصلاه والسلام. يلا يا وفاء صل على النبي. محصر حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لا ان شاء الله ربنا ان شاء الله ربنا. هات على جنب هنا. بعيد عنك. هات على جنب هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخن. سخن؟ لا مش سخن. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. العسعوسه. ابويا بيحب العسعوسه. 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 ابويا بيحب العسعوسه. اخيرا الحلال. احمدك يا رب. اوعى يكون منام. لا اوعى تضحكوا علي. لا منامك ايه؟ منامك انت وام. انا ليه؟ بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. على هناك؟ اهو اهو. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا جماعه العبد بيفك من بعضه. ممكن اقول كلمه؟ قول. هجيب جد وتعمله لي كده. طب ما احنا نجيبه لك ولا انت اللي تجيبه؟ لا انا اللي هجيبه بس تيجي تعمله زي ده. حاضر.
بس ان شاء الله لما نيجي تاني بقى انتوا عارفين ان احنا ماشيين. ما هاجي تيجي مخطوب خلاص تجهزوا لها جهزوا لك وظبطوا لك. اتصل عليا نص ساعه اكون عندك. خليكم شاهدين. حط الرز حوالين اه وزعهم النبي يا فندم. انا هحط هنا وبعد كده نقطع هنا. يلا ان شاء الله المحشي بقى. المحشي بتاع الكمين حبيب قلبي ده كله فوم والمحشي ده كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وفاء الرز استوى ايه ما شاء الله. الله اكبر عليك يا وفاء. يا سيدي والف يا سيدي كمان. وفاء يا سيدي ورق العنب. ورق العنب هوزعه برده كده عشان كله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكله مغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. عايزين نشيل فخده نحطها على الصينيه دي بعد. الحمد لله الحمد لله ان الاكل استوى. انا كده شبعت. الله ينور عليك يا باشا. ما شفتش انت الطلع ده انتوا غلبتوا حضره موت. حضره لو محشي بطاطس كمان بيقولوا عليه بشغل فاخر من الاخر. لا استنى بقى طلع على الغطيان. قطع الغطيان يا سيدي. الله اكبر الله اكبر. ايوه عادي احنا ناكل في الغطا وممكن ناكل في الحلقه نفسها. ناكل على الحلقه دلوقتي. اكل على الغطا. ايوه بقى انا عايز اشوفه فين عشان اقعد جنبه. احنا موزعين الاكل ما شاء الله على الفرن. الله اكبر. الله اكبر. حط يا منى شويه محشي كرنب. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي. يا رب متجمعين دايما يا رب والف هنا وشفا. ان شاء الله الاكل يعجبكم باذن الله. ان شاء الله. انا مش حد ناقصه حاجه. عايزين اي حاجه؟ لا انا جبت لكم السائع مع الاكل. لا لا ايه احنا هناكل بس خلاص. اهم حاجه اقعدوا بس. اهم حاجه مين جاي معايا في الدايت الجميل ده؟ يلا يا محمد يا بطل بسرعه. محمد عامل دايت صحيح. انا عامل. هتاكل ولا ايه؟ يلا مش انت عامل دايت؟ ابوظ الدايت النهارده. النهارده الفري يا محمد. لا النهارده الفري مسموح لي اربع ايام في الاسبوع. امبارح فري والنهارده فري. الدكتور قال لي ايه؟ قال لي اعمل دايت وقلل في اكلك بس لما يكون قدامك فخده زي دي فسخها براحتك. قال لك سماح. هيبقى حرام عليا يعني. سيبي بقى الحاجه سامعه دي كلها. صح عشان بقى تبلعوا بيها. ماشي اقعدي بقى اقعدي. عينيا. تعالي يا مسامة. حد ناقصه حاجه عشان اقعد؟ لا حد ما خدش بيت. وهتمشوا امتى؟ يعني كام يوم كده؟ اجل اجل عشان ما تعمل الجيت. طب ما اجي لك تاني. يبقى يتاجل يا وفاء. خلاص خلاص مش نتكلم. خلاص ما تاجليش عشان ما عطلكوش. على بركه الله. انت كنت بتختبرنا يعني؟ على بركه الله. طب يا جماعه كفايه كده عشان مسامة هتيجي تقعد تاكل معانا عشان نقدر نصور. نشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه. مع السلامه. بص بص مين حلل المحشي؟ لا يا حبيبي.